اسمي ليليان وجدي، انا صحفيه ومصوره مستقله. اكتر حاجه لفتت انتباهي في استراتيجيه نظره في الشغل هو تركيزهم على العمل خارج القاهره بهدف تكوين شبكه تعارف بين كل الناشطات والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. في تجارب مشتركه بتمر بها النساء عموما اللي شغالين في مجال طبعا الانسان، لكن في تجارب ليها خصوصيه مرتبطه بالمكان اللي هم جايين منه، وبالتالي الاستماع للتجارب المختلفه بيدي للناس، بينور كده للناس في دماغها منطقه ما كانتش واخده بالها منها. شغل الشارع والتحول الى الاجتماعات المغلقه او التجمعات اللي زي التجمع بتاع النهارده ده مهم جدا انه يحصل في الفتره دي. الناس تبتدي تعمل حاله من العصف الذهني عشان تخلق بدائل. ما فيش حد عنده اجابه واضحه عن طب ايه البديل؟ ايه البديل؟ ما فيش حد عنده اجابه واضحه، ومش المفروض ان يبقى في حد عنده اجابه واضحه. اسم الشهره ملك الروح محمد. بدات في الحزب السياسي كلجنه اعلاميه، ما كنتش مقتنعه ان انا ممكن اتحزب وادخل حزب معين، بس لكذا كذا سبب تطرق الامر ان انا اعمل استماره فعليه واكون اميره المراه في حزب مصر الديمقراطي مع امل سوهاج. انا عملت بحث عن التحرش الجنسي. والدتي في البيت اول لما قلت لها الفكره ان انا هعمل بحث عن التحرش الجنسي، يا لهوي يا مصيبتي، يا لهوي يا مصيبتي، انت كده لا استحاله. قالت لي عن ايه؟ قلت لها يا ماما تعالي شوفي بقى ايه الحاجه كده عن المجتمع وبتاع عن البنات، بس ما وضحتلهاش عن ايه. حاضر اللي اتعملت انا عملتها في سوهاج، انا عملت كل دي عن سوهاج، لقيت انه محاضر التحرش في سوهاج بتتحول لتعدي. دخلت بسال في طب انا بعمل كذا كذا، البحث بتاعي عن التحرش الجنسي في الصعيد خاصه سوهاج. تحرش جنسي سوهاج ومحاضر؟ لا لا مفيش. دايما صوره المراه اللي بيراوجها الاعلام انها بتسعى وبتصارع وبتحارب من اجل حقوقها، لكنها في النهايه ما زالت كائن بحاجه للحمايه. فحملت نفسها فوق طاقتها انها لا تملك من القوى الجسديه اللي تعينها على خوض المواجهه في الشارع، فبالتالي بيتم تصويرها اللي اعتدوا عليها اشخاص سيئين وان هي لا تتحمل مسؤوليه الاعتداء عليها، لكنها في النهايه ما زالت في عين الاعلام كائن لا يستطيع خوض معركه بنفسه. بصي بقول لك ايه، احنا مش فاضيين لك، يعني ايه يعني؟ طب ما تلبسي انت، شوفي اللي لابسه ايه، وبيتكلم مع اللي هو اللي بيكتب المحضر اللي هو من سيريال حاجه زي كده، بيتكلم معاه بطريقه انه الكائن اللي قدامه دي هي الغلطانه، بالطول بالعرض بتعيط تعمل اللي تعمله هي الغلطانه، تمام؟ فبالتالي بيقول لها ايه؟ طب بصي يعني عشان احنا في الصعيد بقى ولم دورك نخليه بدل تحرش نخليه اعتداء، نخليه تعدي بالضرب مثلا، تعدي ان هو صاحب شنطتك، ما بلاش تقولي انت مش خايفه، ده انت ولية. ده الاسلوب اللي بيستخدموه في الصعيد. وفي تهديد في التهديد اللي في الرساله مش بيقول انه بناتنا خط احمر واللي هيقرب منها هي هتاخد حقها منه، لا، في شخص اخر هيقوم بالمهمه دي نيابه عنها. التهديد يبدو، فاهمه اللي هو بناتنا خط احمر واحنا حلوين وبندافع عن حقوق الستات، لا مش حلو، في شخص اخر هيقوم بمهمه الدفاع دي نيابه عن المراه، وبالتالي ما زال الشعار ده فيه مشكلة كبيرة. ازاي انا اعرف ان في فلان الفلاني، طب اسم فلانة الفلاني ده دي اللي من الاسبوع دي بنتي دي، ده لا لا تعدي. طب ماشي اوكي، ممكن اخد رقم محضر تعدي وبتاع، تمام. المهم انا كان كل الفكرة ان انا اعمل احصائيات كاملة عن الموضوع وابقى ملمة بالموضوع كله، وفعلا لما عرضت على الدكاترة الموضوع لقيت انهم مستغربين، ازاي انت بنت وازاي بتقول لنا التحرش الجنسي وازاي قدرتي تلفظي اللفظ نفسه؟ انا بالنسبه لي انا لو ما جيتش انا على الجرح مين اللي هيجي عليه؟ انا بنت، لو انا ما بقيت يعني ايه؟ لو انا اللي ما دافعتش مين اللي هيدافع؟ يعني احنا بنشجع بعض، ده حاجه، تاني حاجه احنا بنداري على بعض. احنا ما كناش صدامين قوي في البيت، يعني ما عندناش ان احنا
نتخانق مع بابا ونقول له ايه ده احنا نازلين الثوره وهو خلاص قررنا واللي يحصل يحصل. لا احنا مش صدمين اصلا، فاحنا ايه كنا بنختلق اعصار كده عشان ننزل. فانا وعيات احنا رايحين نجيب بلوزه مع بسمه، يلا بينا احنا الثلاثه نزلنا مع بعض، احنا مش رايحين نجيب حاجه يوم جمعه الغضب. انا ليا اصحابي من جراو في قريه في جراو، لو الناس الى حد ما لو هي بتنزل اسوان كل يوم الى حد ما لو مش في شغل بيضطر يعني تلاقي ايه كلام والكلام ده، غير ان انتي ساكنه في محافظه يعني في المدينه نفسها الى حد كبير لو ما لكيش قرايب حواليكي مش هيبقى فيه مشكله، جيرانك لو اتكلموا يعني يضربوا دماغهم في الاخر. اسراء احمد ماهر اتعرضت طبعا لانتهاكات، اول انتهاكات تعرضت لها انتهاكات لفظيه، ان انتي انسانه غير سويه وان انتي انسانه غير محترمه، ان انتي يعني ان انتي تسيبي بيتك و حياتك وتنزلي تتحركي في المجال دوت. انا نفسي اتضربت من بعصايه امن مركزي على ظهري، وسيدات كتير اتعرضوا للضرب والاهانه وتحرش من امن مركزي قدام عينينا، فده كان برضو انتهاكات كان لازم ندافع عنها. وقفنا ونظمنا وقفات وفضلنا واقفين، ما صممنا ان احنا يعني مش ان احنا تعرضنا بقى للتحرش او تعرضنا ان حد يهاجمنا بالمنظر ده ان احنا نخاف، بالعكس ده ادانا طاقة ايجابية ان احنا نتحرك اكتر وان احنا ندافع عن بلدنا وعن نفسنا وعن عرضنا اكتر من اي حاجة تانية او اكتر من اي وقت مضى. اصلا يعني شارعين وحق، ففلان شاف فلانة، طب فلانة دي بتعمل ايه، كأن الحاجة دي عار او غلط تبتدي تتحاسبي عليها. يعني ممكن واحد يقول لخطيبته ما تعرفيش فلانة دي ولا تمشيش معاها عشان دي بتنزل مظاهرة، عشان دي مثلا حتى لو مش بننزل مظاهرات تنزل توعية ان هي رفع يفطش في الشارع، هي مش مكسوفة من وقفتها دي، او يبعتولك رسائل للبيت بقى البابا بنتك كانت في الحتة، حتى رسائل كذب. يعني انت في يعني اللي نفع معايا في موقف معين ان انا كنت في القاهرة في شغل تبع المدرسة، وبنتك كانت في اليوم الفلاني قصاد المشكلة الفلانية والمدرسة كان اسمها نوتردام، كان مشكلة طائفية، فان بنتك بتتعرض للرجالة هناك والراجل كان هيضربها ولولا اللي احنا عرفناه ان هي ده بنت، وانا كنتش اعرف نفس التوقيت. قضية التحرش الجماعي اللي حصلت في التحرير دي برضو خلتنا نتحرك ان في ايه بالظبط بيحصل، ده الموضوع بقى منظم. بعدها خدت تهديد مباشر من رئيس مباحث الأهلية سعيد عمارة إن أنا لازم أقعد في بيتي وولادي في خطر وكده، فطبعا المفروض إن أنا أضعف بقى لأني طبعا أنا أم، فولادي دي نقطة ضعف دايما، فمعرفش سبحان الله حسيت بقوة أكتر وإن أنا لازم أنزل وإن ولادي ينزلوا معايا، لأن إحنا اللي بيحكمنا دلوقتي إسلاميين، هو هدفهم إن هما يخلوا المرأة تبقى تقعد في البيت، وفكر ان المرأة بقى ما تخرجش من البيت وان صوت المرأة عورة وان صوتها ما يوصلش، الفكر ده طبعا احنا بنتقدم ما بنرجعش، نظامنا نظام رجعي متخلف. هي كانت من بلد دبي في التهجير، وكانت مستحيل ان هي تيجي تحضر حاجة زي كده عشان اهلها في البيت ما، وكانت بتحضر لفرحها واخدت قرار ان هي لازم تنزل خلاص، يعني من كتر ما بتسمع ايات يعني هي خلاص يعني عاوزه تنزل وعاوزه تشارك وعاوزه تعبر عن غضبها، بتعبر عليه على الفيس وكل حاجه بس مش قادره. فهي اخذت القرار وان هي قفلت موبايلها وركبت العربيه وجت اسوان وشاركت معانا، وهما بيضربوا يقلبوا البلد عليها. ولو في مسيره لمديريه الامن لغايه ما بنروح بتبقى بالليل وكده وكده، لو في اشتباكات هي نفسها تعبر عن غضبها ده، بس الوقت والبعد المسافة برضو بيحكم، هو المسافة بس يعني اللي عايز حاجة بيعملها.